سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم على خير وبخير، واللي شاف هذا الفيديو يكون بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر يا ربي. اليوم جيت بواحد الفيديو جديد كما كتشوفوا معايا على الشاشه. صحيح انا في الحسيمه وبغيت نشارك معكم اول مره انا كنجي للحسيمه، وبغيت نشارك معكم مدينه الحسيمه. وخليكم معايا ما تمشيو فين، وما تنساوش الكومونتيرات واللايك، وتشاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء الى عجبكم باش تشجعوني ونعطي المزيد. البنات انا كما كتشوفوا شادين الطريق ان شاء الله يا ربي، ناويه ان شاء الله نمشيو للحسيمه. هذه هي طريق الحسيمه، ماشيين على طريق البحر. جينا على وادلاو وخرجتنا في الطريق هذه. المهم حنا شادين طريق الحسيمه ان شاء الله يا ربي. البنات كتمشيو غير كتلقاو غير البحر البحر البحر. ترغه هذه، هذه كيقولوا لها فيلاج ترغه. كتمشيو طريق البحر كامله، كتمشيو هكا على البحر على البحر. اجواء زوينه بزاف البنات، شوفوا الاجواء تبارك الله. كتمشي غير على البحر بحال هكا، طريق كامله ما تحسيش بالطريق. شوف تبارك الله الجبال والبحر، هذه هي الطريق. شوف هي كيفاش دايره، شوف بلادنا كيفاش دايره وحنا ما عارفينهاش والله العظيم. شحال غزاله، كتمشي غير على البحر والجبله. شوف الطريق كيفاش دايره والاجواء، صراحه بلادنا غزاله تستاهل. الانسان اللي ما معرفش على البلاد ديالو من الاحسن يتسارى في بلادو، احسن عادي يشوف البلدان الاخرين. شوف تبارك الله الطبيعه كي دايره، شوف الطريق كيفاش دايره تبارك الله على البحر، ماشيين على البحر. البنات شوفوا الضبابة ما كتبانش الدنيا، سبحان الله العظيم نزلنا في واحد البلاصه الضبابة. البنات حنا وصلنا لمدينه الحسيمه، داخلين في الدخله ان شاء الله يا ربي. هذه هي الدخله ديال الحسيمه، خليكم معايا. البنات من بعد ما لقينا الدويره اللي كرينا، عرفتوا هنا في الحسيمه صراحه الكرا صعيب باش تلقايه، ما كيكريوش اغلبيه الناس بزاف ديورهم. المهم الحمد لله ملي لقينا حنا الكرا الحمد لله، لقينا بعدا استقرينا ودوشت الوليدات ودوشنا، ودابا خارجين نشوفو نطالعو شنو كاين وخليكم معايا. المهم البنات هنا واحد الساحة كبيرة كيلعبو الوليدات في العشية، كيخرجو وليداتهم الناس يجلسو. شوفو كيفاش دايرة كبيرة، فيها الألعاب فيها، المهم خرج الوليدات كتطلع على البحر. هانتوما غتشوفوا معايا انا يلاه خرجت الوليد هنا يلعب شويه. البنات شفتوا كتهت متنزه هنايا كيطلع على البحر، شوفوا كيفاش. البنات هنا راه كاين لابلاج، هذا هو البحر فين كيعوموا لتحت. انا دابا العشيه حيت وصلنا متاخرين داكشي علاش بغيت نصوركم بعض اللقطات. المهم البحر تشوفوا غزال البنات، شهيتكم فيه والله. شوفوا كيفاش داير البحر عندهم، راه هي الطريق جايه على البحر. حتى الصباح ان شاء الله الا كتبوا غنهبط الوليدات. البنات جلست في المحلافه يديروا الوليدات الكوتي داكشي علاش. البنات اليوم الصباح الثاني ان شاء الله في الحسيمه. كما كتعرفوا البارح ما ساعدنيش الوقت، كنا عيانين ما هبطناش للبحر، صافي دخلنا ارتاحينا وخرجنا في العشيه شويه. دابا الصباح وفطرنا، فطرت الوليدات وغادي نمشيو ان شاء الله للبحر الحسيمه نتعرفوا عليه. خليكم معايا حتى نتوما تتعرفوا عليه، نشوفوا كيفاش داير ونشاركوا معايا النهار ديالنا كامل ان شاء الله، ونتعرفوا على البحر الحسيمه كاملين جميع. خليكم معايا، انا جلست هنا عييت كنتسنى مول الدار مشى للباركين يجيب الطوموبيل. جلست في هذا الكازو هنايا، الشميسه شويه، الشميسه حاره ماشي بحال الشمال، الشمال صراحه الجو بارد.
هنا شويه بحالها بحال كازا تقريبا في الحراره تقريبا بحالها بحال كازا جاتني انايا. البنات وصلنا، هذا هو باركين، وصلنا للشاطئ قريب، ماشي بعيد فين كريت، غير هي جينا بالطوموبيل من الاحسن. واحد 10 دقائق هكاك ما كاملاش ما بيننا وما بين البحر. غنوريكم البحر. البنات البحر هو هذا، شوفوا غزال حتى هو، هذا هو البحر الحسيمة. اجي ياسين من هنا اجي. البنات خدينا قبيلة على البحر كما كتشوفوا، جلسنا ياسين جالس في الكرسي. قال عندي برد وحلو. البنات شوفوا واحد البيت كيفاش داير مقلوب، شوفوا الشوانط كيفاش، هادو مازال طويت هادي بعدا جمعت، هادو كاملين هاد الحوايج صراحة جبتهم وندمت، الأغلبية ما استعملتهمش، يعني بزاف ديال الحوايج هنا اللي ما استعملناهمش. صراحة نصيحة من عندي أنا، ملي تبغاو تسافروا ثلاثة د البياسات لواحد، شوفي عرفتي شحال هادو بلا اللي باقي في الطوموبيل، بقيت نهز شوفي هنايا شحال، المهم هزيت الحوايج بزاف. هنا عمرت واحد البريدات بقات القضية هكاك الفقيق سطيل، وهنا الناموسية الدراري شوف كيفاش دايرين. المهم روينا غنجمع ونعاود نتلاقى معاكم. البنات جات العشية وارتاحينا شوية، من بعد ما ارتاحينا بغينا نخرجو نكتاشفو مدينة الحسيمة. شوفوا الاجواء كي دايره، طالعين فواحد الطليعه زوينه، كطلعوا كتبقاو انفاس مع البحر، الدنيا غزاله صراحه. انا غنقلب لكم الكاميرا وغادي تشوفوا معايا الاجواء كيفاش دايره. البنات شوفوا حنايا فين كاينين البحر، فين بقى شو الاجواء كيفاش دايره. هذوك اللي لهيه كيبانوا الميناء تحت الجبل لهيه، هنا البحر شو الاجواء كيفاش دايره. هنا راه غير الجبل الفوق، حنا الفوق راه الجبل، مازال غنطلع شويه وغنزيد نصور معاكم. البنات انا طلعت دابا الفوق راس الجبل، ديال بحال الشكل ديال القهوه الفوق، كيبقى البحر لتحت، عرفت واحد الدنيا غزاله صراحه. شوف انا راه الفوق، شوف كيفاش الدنيا، شوف البحر.
بحال غزال كيبان. عرفتوا انا الفوق شحال ديال العلوم مسافه جبل عالي كيبقى البحر من لتحت. شوف ني غزاله صراحه. شوف شوف البنات شوف انا فين واقفه. راه شوفوا انا فين واقفه، يعني في واقفه في الفوق ديال الجبل، وكيبان لك هنا الدنيا كامله كما كتشوفوها. شوف كي كتبان على مخار. شوف كيفاش فين واقفين حنايا. البنات درنا عاوتاني ورجعنا للمحلبة، واحد المحلبة زوينة هي اللي كاينة هنا على الشارع، رجعنا ليها دابا. بغاو الوليدات ياخذوا الطناشي، ناخذوا شي حاجة لكوتي، غادي ناخذ داكشي ونشاركوا معاكم. المهم جلسة زوينة على الشارع، نقلب لكم الكاميرا وتشوفوا كيفاش. جيب لي لاباي عافاك. عافاك لاباي. لاباي. البنات هذا هو الشارع اللي فيه المحلابة، كيهبطني حتى البحر. الشارع الكبير هو هذا. البنات هاد الساحة هي اللي قلت لكم غزالة، شوفوا معايا كيفاش كتبان الدنيا غزالة، ولكن رجال الأمن بداو كيجريو على المواطنين يمشيو في حالاتهم لحقاش تسعود، عندهم حق تسعود. صافي كلشي كيدخل دابا، هاد البروغرام اللي ولا دابا تسعود ديال اللي صافي كلشي كيدخل بحالو، يعني الإنسان يلاه كيبدا يترزق الله صافي كيرجع يدخل المحلة ديالو. الله يجعل ربي يرفع علينا هادشي وترجع الأيام كما كانت يا ربي.